هيا بنا أحبائنا الصغار لنتعرف سويا على شكل الحرف صاد صوت صه في الكلمات التالية. بداية يجب أن نلاحظ الرموز في أعلى الصور. الرمز هنا في أول الكلمة، وهذا يعني أن الصاد في أول كلمة صحن. الرمز هنا في وسط الكلمة، وهذا يعني أن الصاد في وسط كلمة بصل. الرمز هنا متصلا في آخر الكلمة، وهذا يعني أن الصه متصلا في آخر كلمة قميص. الرمز هنا منفصلا، وهذا يعني أن الصه منفصلا في آخر كلمة إجاص.